بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بالأمس ولله الحمد أخذنا مقدمة العقيدة الوسطية، وقبل الدراسة كذلك أخذنا ما يتعلق بسبب الدراسة، لماذا اخترنا دراسة هذا المتن ولماذا ندرس هذا الباب من التوحيد، أي باب الأسماء والصفات، وطريقة السلف في دراسة هذا الباب. وقلنا مهم جدا أن نعلم أن طريقة السلف في هذا الباب أنهم أرادوا تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عليهم، لأنهم حرص على العلم منا وإتقان الله منا، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنصح الخلق وأعلم الخلق بالله. ثم أن خلاصة القواعد عند أهل السنة والجماعة، وإذا أردت أن تكون على طريقة أهل السنة والجماعة لابد أن تطبق قواعد ثلاثة: الإثبات والتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة. ثم بعد هذا قسمنا مثلا العقيدة الواسطية حتى يضبط ويفهم إلى أقسام: المقدمة، ثم الأدلة من القرآن، ثم الأدلة من السنة، ثم مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أمور شتى، ثم بعد هذا طريقة أهل السنة والجماعة العملية، ثم الخاتمة. ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى تبرأ من حوله ومن قوته، ولم يدع العصمة إلا لمن عصمه الله، أي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا واجب أن يكون عليه أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخذنا ما يتعلق بالمقدمة، وعرفنا التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، وكذلك الإلحاد وما يعني يتفرع من هذه الأشياء. ثم بعد هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن حقيقة التوحيد هي الجمع بين النفي والإثبات، وذكر طريقة أهل السنة والجماعة العملية. طريقة أهل السنة والجماعة معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. ثم بعد هذا أورد الأدلة من القرآن ورتب رحمه الله تعالى هذه الأدلة، فذكر سورة الإخلاص وابتدأ بها لأنها تخلص قارئها من الشرك وأخلصت في وصف الله، ثم ثنى بآية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله، ثم بعد هذا أورد بعض الأدلة. ذكرنا بالأمس من أسماء الله الله، وقلنا مشتق من الإله أي المألوه المعبود محبة وتعظيما، ولم يسمى أحد بهذا الاسم، مرجع لكل الأسماء إلا في النادر، قيل أن هذا هو اسم الله الأعظم، ولا تحذف الألف واللام عند النداء. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواسعة، الرحمن ذو الرحمة العامة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا الحق فناء، والقيوم الذي قام بنفسه وقام غيره به. وقلنا في الحي الكمال الذاتي، وفي القيوم الكمال السلطاني. وأخذنا أن الأسماء تنقسم عند أهل السنة والجماعة إلى ثلاثة أقسام: أسماء مفردة، الله والرحمن والسميع والبصير والحي والقيوم، وأسماء تقترب، قد تنفرد وقد تقترب، الحي مع القيوم والسميع مع البصير والرحمن مع الرحيم، وأسماء مزدوجة، الاسمين يقوم مقام اسم واحد ولا صح أن تفصل، الأول مع الآخر، والظاهر مع الباطن، والقابض مع الباسط. ثم العلي، أخذنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى علو في الذات وعلو في الصفات، وأدلة العلو في الذات إجمالا خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. العظيم ذو العظمة التي ليس فوقها عظم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قلنا أن فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء، ولا يمكن أن نتعدى ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، إحاطة زمانية
وإحاطة بمكانه. الحكيم من الحكم الشرعي والحكم الكوني والحكمة الشرعية والحكمة الكونية، والعليم بالظواهر وبالبواطن، والخبير بالبواطن، وإذا كان يعلم البواطن فهو يعلم الظواهر من باب أولى. الرزاق لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق. تقدم معنا أقسام الرزق. ذو القوة، القوة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل دون ضعف، والقدرة دون عز. تقدم معنا أن المعاني معلومة، فلو قال قائل هل يوجد شيء في الكتاب والسنة لا يمكن الوصول إلى معناه؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بتدبر القرآن ولم يستثني شيء، قال أفلا أتدبرون القرآن. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، ولم يترك شيء ملتبس على الناس. ثم أنه لا يوجد إنسان أتاه الله سبحانه وتعالى شيء من العلم إلا ويعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعلم الناس ما يحتاجونه في أمور الدنيا، ويترك باب المعتقد ملتبس ولا يعرفه أحد. ولهذا تقدم معنا أن من قال أن هناك شيء في الكتاب والسنة لا يمكن الوصول إلى معنى، أو أن هذه الأسماء والصفات لا نعرف معناها، قلنا هذا فيه تكذيب للقرآن وتجهيل للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عليهم، واستطالة للفلاسفة لأنهم فهموا أشياء لم يفهمها النبي عليه الصلاة والسلام. على اعتبار كل ما في الكتاب والسنة يمكن الوصول إلى معنى ليتدبروا آياته لم يستثني شيء. طريقة السلف في حفظ القرآن، وهذا تقدم معنا، أنه لا يتجاوز 10 آيات حتى يفهموا معناها وتدبروا واستعينوا بالله على العمل. ولم يستثني السلف شيء، بل لا تخلو منه آية. قال: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنه 3 مرات أوقف عند كل آية، لم يستثني شيء. إذا كل ما في الكتاب والسنة يمكن الوصول إلى معنى. هل آيات الأسماء والصفات هل هي من قبيل المحكم أو المتشابه؟ من حيث المعنى فمعاني نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي اتضح معنى واضح وظاهر، أما من حيث الكيفية فهي من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. لماذا؟ لأننا لم نرى الله وليس له مثيل، ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من القول بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أعظم المحرمات القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. ثم ذكرنا بعض القواعد، أن طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، لأن الصفات الثبوتية كثيرة مقابل الصفات المنفية، والصفات المنفية قليلة، وتأتي الصفات المنفية إما للعموم أو لدفع من دعا الكاذبون في حق سبحانه وتعالى، أو دفع توهم النقص. ولا بد في الصفات المنفية أن ننفي عن الله سبحانه وتعالى ما نفى عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال. تقول هذا الجدار لا يظلم أحدا، هل هذا مدح؟ هذا نفي الظلم عن الجدار، لكن هذا لأنه غير قادر أصلا، فهذا مدح أم ذم؟ ذم. لكن عندما تقول
نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم، لا بد أن تنفي الظلم عن الله كما نفى عن نفسه، وتثبت كمال الظلم. لماذا لا يظلم؟ لكمال عدله وقدرته وعزته وقوته سبحانه وتعالى. فطريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية نفيه عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الظلم، تقدم معنا بالأمس نفي السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، لم يلد ولم يولد لكمال أحديته وصمديته، وعلى هذا تسير. أخذنا بالأمس كذلك أن الدلالات الاسم ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. الاسم لابد أن ينطبق على المسمى، وكذلك الوصف لابد أن ينطبق على الموصوف، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، وأسماؤنا نحن أعلام محضة. نعم، تسمي الإنسان قلنا صالح وقد يكون طالح، تسمي عبد الله وقد يكون نسأل الله السلامة والعافية من أفجر خلق الله، لكن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، مطابقة وتضمن. كل اسم لابد يتضمن صفة، ولهذا أسماء الله مشتقة، ومن أثبت الاسم وأنكر الصفة فقد وقع في الإلحاد. ثم دلالة الالتزام، قلنا هناك أسماء أخرى تدل على هذا الاسم، كما في قوله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وغير هذا مما تقدم معنا. الواجب في هذا الباب أن نقف على ما وقف عليه السلف الصالح، وألا نتعدى وألا نسأل، ونريد بهذا تعظيم الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أين؟ من يذكر لي أول الدرس الجديد عند أي صفة؟ نعم، صفة الرحمة. ما هو قول أهل السنة والجماعة في العلو؟ يثبتون لله سبحانه وتعالى علو في الذات وعلو في الصفات، علو يليق بجلاله وعظمته لا ماثل علو المخلوقين، ويصان الله سبحانه وتعالى عظما للكائن. كذلك في الرحمة يثبتون لله سبحانه وتعالى رحمة حقيقية تليق بجلاله وعظمته. دائما علماء أهل السنة يذكروا هذه المسألة في الاستواء، يقولون استواء حقيقي، نزول حقيقي، علو حقيقي. لماذا؟ حتى ينفوا المجاز. المجاز عندنا الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. فالمجاز يعرف بما؟ من يعرف لي المجاز؟ الحمد لله، إذا لا أحد يقول بالمجاز فهذا طيب. نعم، الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ خرج بهذا الإشارة والكتابة، اللفظ المستعمل خرج بهذا اللفظ المهمل غير مستعمل، يعني الذي لم تضع العرب. مثال زيد، مستعمل أم مهمل؟ مستعمل، تستعمل العرب. مقلوب زيد ديز، هل ديز مستعمل؟ لا، مهمل. الكلام مثلا الكلام الفرنسي عندنا مستعمل؟ لا، مهمل. والكلام العربي عند هؤلاء مهمل. فاللفظ المستعمل فيما وضع له، أسد لفظ ومستعمل، وضع لمن؟ للحيوان المفترس. فهذا اللفظ هنا أسد لفظ ومستعمل في موضعه، تقول الأسد حيوان مفترس، يصح؟ نعم، حقيقة أم لا؟ حقيقة. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، لفظ
ومستعمل هل تقدم معنا، لكن في غير مواضعنا تقول فلان أسد، فلان من الناس أسد، أي حيوان مفترس. لا، في غير مواضعنا أي شجاع. هذا هو المجاز، اللفظ المستعمل في غير مواضعنا. انقسم الناس في تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز والله أعلم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا مجاز لا في كتاب ولا في سنة ولا في لغة، وارتاح. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال أن القول بالمجاز اصطلاح حادث أي محدث بعد انقرار القرون المفضلة الثلاث، يعني لم يقل أحد بالمجاز من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين. ومن أقوى الأدلة على أنه لا مجاز أنه يمكن نفيه، وكل شيء يمكن أن ينفى بطل الاحتجاج به. الثاني، الثالث، المجاز طاغوت الفلاسفة، طاغوت، نعم. الرابع، إذا أنكر إنسان المجاز هل يلحق إثم؟ لا، لا بد دليل على أن هذا إذا أنكر المجاز يلحق شيء من الإثم. لكن لو أنكر حرف واحد من القرآن مثلا كفر. ثم لا يوجد عربي يعرف اللغة العربية وتقول له فلان أسد، لا يوجد عربي يعرف اللغة العربية تقول له فلان أسد ويفهم أن هذا حيوان مفترس وانقلب إلى حيوان مفترس. لا، فالسياق هنا حقيقة. تقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بحر، هل يفهم عاقل يعرف اللغة العربية أن شيخ الإسلام انقلب إلى بحر تجري فيه السفن والأسماك وكذا؟ ما يمكن. فالسياق هنا حقيقة ولا داعي لأن تشرح كذا. تقول معنى الكلام أن شيخ الإسلام بحر، أي في العلوم سعة اطلاع وحفظ وكذا. ثم من الأدلة على نفي المجاز، يعني أنت الآن إذا أردت أن تقتل إنسان ماذا تصنع؟ تعطيه السلاح وتقول خذ هذا السلاح وقاتلني؟ لا، تجرد من السلاح ثم تتفنن في قتله. أي نعم، فسلاح هؤلاء أهل الكلام والمنطق وكذا، سلاح هؤلاء ما هو؟ مجاز. نقول لا مجاز، انتهى الأمر، مفهوم؟ أي نعم. فكيف تثبت لهم المجاز؟ لو قال قائل أثبت المجاز في اللغة، نقول من أعلم الناس باللغة؟ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عليهم، هل قال واحد منهم بالمجاز؟ لا، إذن لا مجاز. لأننا لو أثبتنا المجاز في اللغة يلزم من هذا إثبات المجاز في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ولو أثبتنا المجاز في بعض القرآن يلزم من هذا إثبات المجاز في كل القرآن. وبعض الطلاب هدانا الله إياه يتعلم شيء من اللغة، شيء من اللغة، ثم أوقف. نعم، يتعلم ماذا؟ يتعلم شيء من اللغة. نعم، ثم يأتي
ويتطاول على نصوص الكتاب والسنة. هل يمكن أن يقول مسلم مسلم هل يمكن أن يقول مسلم أن هذا إعراب هذه الآية أو جاءت هذه الآية على غير الأفصح؟ ما يمكن. هل يمكن أن يأتي مسلم ويقول في القرآن أشياء ليست بعربية؟ ما يمكن. مع أن هناك من يقول لم يقل هذا الكلام من؟ كفار مكة. إيه نعم، بلسان عربي مبين ما اعترض أحد وقالوا في القرآن شيء غير عربي أبدا، قال أحد؟ ما علم من المشركين، لكن علم من اليوم من بعض من يدعي الإسلام يقول هذا. اللغة العربية قبل أن ينزل بها القرآن هل لها قيمة؟ لا والله، ليس لها قيمة لا العرب ولا اللغة العربية. ارتفعت اللغة العربية بماذا؟ بالقرآن. هل معنى هذا أن نقدم اللغة على القرآن؟ لا. يعترض البعض يقول طيب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، نقول هذا يعني هذا الكلام من الجهل عندما يقول أن هذه أشياء غير عربية في القرآن، نقول هذا من الجهل. أهل اللغة يقولون أن الأسماء تحكى كما هي في كل اللغات، صح؟ طيب الثاني يقول طيب عندنا بعض الألفاظ غير عربية، نقول لا، هذه صارت بالاستعمال عربية، ولم يقل هذا الكلام الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم منك باللغة وأرادوا الطعن في القرآن، لكن ما تكلموا بهذا، مفهوم؟ نعم. يأتي بعض الناس يقول طيب لا مجاز في القرآن، ماذا تقول في قول الله تعالى يريد أن ينقض فأقامه؟ مجاز. نقول من قال لك مجاز؟ هل قال هذا الصحابة وهم أعلم؟ هل قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الله سبحانه وتعالى أثبت للجدار إرادة، نعم، ماذا تصنع؟ تقول آمنت وصدقت وسلمت. يريد أن ينقض يعني له إرادة، وما الذي يمنع؟ الجذع حن للنبي عليه الصلاة والسلام، نعم، فلا يمكن أن ننفي بماذا؟ بالمجاز. واسأل القرين، واسأل القرين، مجاز عندهم، عندنا ليس بمجاز. واسأل القرية أنهم أكدوا الكلام هنا، لم يكذبوا في أول الأمر، قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني كاذبين، لكن هنا قال والله، يعني معنى كلام، لو تسأل القرية تجيبك، ونحن في العامية أحيانا يعني نستعملها، تقول لو تسأل هذا الجدران تشهد أن هذا المكان قامت فيه دورات مثلا. اي نعم. طيب اذا هذا السياق يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى حقيقه ولا مجاز وارتاح، وهذا هو القول الاول وعليه اكثر اهل السنه والجماعه. الثاني ان الاصل في الكلام المجاز ولا حقيقه ضد الاول، هذا باطل واضح. الثالث انه لا مجاز في الكتاب والسنه، قلنا هذا يكون فيه إشكال، لأن لو أثبت المجاز في اللغة يلزم من هذا إثبات المجاز في بعض القرآن، ولو أثبتنا في بعض القرآن يلزم من هذا أن يكون في كل القرآن. القول الرابع أن الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. لو وجدنا من أهل السنة والجماعة من يقول بالقول الثالث أو الرابع فلا بد أن يتفق معنا على ماذا؟ على أنه لا مجاز في الأسماء والصفات، لا
لكن أراد أن تكون القاعدة مضطردة، وهذا الذي كان عليه السلف الأمة. طيب، الرحمة إما رحمة عامة أو رحمة خاصة. رحمة عامة بجميع الخلق وخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، وقلنا كان هنا أتت لإثبات الوصف، ليس لها علاقة بالزمن، مسلوبة الزمن. الرحمة العامة تشمل كل مخلوق والخاصة بالمؤمنين. ما الثمرة من إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى وجه الله به؟ أن تبحث عن الأشياء التي تستوجب رحمة الله سبحانه وتعالى، وتدعو الله، تقول يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، وهكذا. وهناك رحمة مخلوقة. نعم، رحمة مخلوقة. قال الله سبحانه وتعالى في الجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. ما أضافه الله لنفسه، تقدم معنا في كتاب التوحيد، ما أضاف الله سبحانه وتعالى لنفسه ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان والمتصلة بها فهذه مخلوقة، وإضافة أوصاف فهذه غير مخلوقة، ومن باب إضافة الصفة إلى الموصوف. مرة أخرى، كل ما أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه فينقسم معنا إلى قسمين: إضافة أعيان، كل عين قائمة بذاتها منفصلة عن الله فهي مخلوقة، وهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذا القسم انقسم إلى قسمين: إضافة تشريف أو إضافة عامة. إضافة تشريف: وطهرا بيتي، البيت، بيت الحرام، عين منفصل عن الله، نعم هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وروح من في عيسى عليه الصلاة والسلام، أي روح من الأرواح التي خلقها الله وأضاف إلى نفسه تشريفا. ناقة الله وسقيها، عين مخلوقة من باب إضافة المخلوق إلى خالق. إن أرضي واسع من باب إضافة المخلوق إلى خالق. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من أعيان، مخلوقة من باب إضافة المخلوق إلى خالق. الثاني من باب إضافة الصفة للموصوف، هذه غير مخلوقة: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي لما خلقت بيدي تجري بأعيننا. كل ما أضاف الله سبحانه وتعالى لنفسه، ننظر إذا كان هذا المضاف عين قائمة بذاته منفصل عنها فهي مخلوق، من باب إضافة المخلوق إلى خالق، كما في قول الله سبحانه وتعالى في الجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالق، إضافة أعيان مخلوقة. وفي قوله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف غير مخلوق. وكان بالمؤمنين رحيما، هذه رحمة خاصة. نعم، إذا أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة الرحمة على الوجه الأقل سبحانه وتعالى، صفة حقيقية حتى لا في المجاز، رحمة عامة ورحمة خاصة. بعد هذا من الصفات الرضا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى رضا حقيقي حتى في المجاز، يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل رضا المخلوقين. والله سبحانه وتعالى يرضى عن العمل ويرضى عن العامل. الرضا عن العامل سيأتي معنا في الصحابة رضوان الله عليهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن ليس الرضا كالرضا كما تقدم معنا، وليست المحبة كالمحبة، ولا الود كالود، ولا الخلة كالخلة. وكل صفات الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، والسميع البصير. رضا عن العمل ورضا عن العامل. رضا عن العمل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا. عمل إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ما الثمرة من الإيمان بصفة الرضا؟ الإيمان بصفة الرضا إذا كان عمل، ماذا تصنع؟ تعمل هذه الأعمال التي تستوجب رضا الله سبحانه وتعالى. ورضا عن العامل تترضى عنه. ولذلك من طريقة أهل السنة والجماعة في ذكر الصحابة رضوان الله عليهم أننا نترضى عنهم. نعم. طيب، صفة الرضا، ثم صفة الغضب والسخط والمقت. لو قال قائل ما تعريف الغضب؟ نقول غضب، ولا أستطيع أن أفسر بأكثر من هذا. نعم، أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى غضب حقيقي لإرجاء تعالى، لا يماثل غضب المخلوقين. ويردون على من فسر الغضب بالانتقام أو إرادة الانتقام بأن هذا مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل، وأن الله سبحانه وتعالى قال فلما آسفونا انتقمنا منهم. ولو كان الغضب بمعنى الانتقام لكانت الآية فلما انتقمنا انتقمنا، مفهوم؟ نعم. ما الثمرة التي نجنيها من إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به؟ أن تبتعد وتحذر من الأشياء التي توجب غضب الله سبحانه وتعالى. ومن يقتل مؤمنا، متعمدا، أي حال كونه متعمدا، خرج بهذا القتل الخطأ. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم واحد خالدا فيها الثاني، وغضب الله عليه، وهذا سبب إرادة المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية، وغضب الله عليه ولعنه العقوبة الرابعة وأعد له عذابا عظيما، خمس عقوبات. الآن أحاديث الوعيد، آيات الوعيد، آيات وأحاديث الوعيد، ما هو قول أهل السنة والجماعة في أحاديث وآيات الوعيد؟ القول الأول، وهذا عليه أكثر السلف، أننا نمرها كما جاءت. أننا نمرها كما جاءت. هل معنى هذا أن لا نفهم معناها؟ لا، نفهم معناها، لكن لا نخفف من أثر التنفير والترهيب من هذه الأشياء، ولهذا نقول تمر كما جاءت. مثال، جاء إليك إنسان وقال أريد أن أقتل فلان من جمعية المسجد، هل لي من توبة؟ تقول له ومن يحول بينك وبين التوبة لو تقتل الجمعية ومن في المسجد أو في القاعة؟ يتوب الله عليك. وتتلو على الآيات في إلا من تاب وكذا. طيب، هذا قول. قول الثاني، عندما جاء وقال أريد أن أقتل فلان في الجمعية، يقول له اسمع، لو تقتل فلان عليك عقوبات خمسة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقتل؟ ما يقتل. يقول هذا، يقول ما معنى خالدا فيه؟ هل هذا خلود أبدي أم لا؟ تقول له الله أعلم، هكذا قال الله، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يقتل؟ هذا معنى قول السلف نمرها كما جاءت.
يعني نفهم معناها، لكن لا نحرص على الجمع يعني في الفتوى بين أحاديث الوعيد والتنفير وبين أحاديث الوعد في هذا الموضع، ولا أهل السنة يجمع بين الآية الأولى والآية الثانية. نعم. طيب، خالدا فيها، لو قال لك ما هذا الخلود، نقول القول الأول عند أهل السنة والجماعة عليه أكثر السلف أن هذا من أحاديث الوعيد، نمرها كما جاءت، نفهم معناها، لكن هذه الآيات والأحاديث سيقت للتنفير والترهيب من هذه الأشياء. خليه أوقف هنا، أوقف. طيب، الثاني أن هذا أي العذاب ليس مكث طويل، الخلود هنا ليس مكث طويل، يعني يعذب ثم بعد هذا يدخل الجنة، يعني لا يخلد خلود أبدي في النار، أو أن هذا مكث طويل. الآن أول أحاديث وعدتما كما جاءت، القول الثاني أنه لم يقل خالدين فيها أبدا، والتأبيد جاء في أصحاب النار في مواضع ثلاثة من القرآن، وهذا معناه مكث طويل. القول الثالث أن دخول الجنة لا يكون أولا، لابد أن يسبق بعذاب في معنى هذا الآن، لكن نحن لا نجزم بالعذاب، لأن الله سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، أو أن هذا في من استحل هذا الفعل، ومن استحل هذا الفعل كافر وإن لم يقتل، ولهذا ضعف الإمام أحمد رحمه الله هذا القول. أو القول الخامس أن هذا جزاؤه إن جازى، يعني قد يجازى بأن لا يدخل الجنة، وقد يجازى بأن يدخل الجنة ويغفر له ما صنع، لكن يبقى معنى إشكال، لو دخل النار كيف يبقى فيها أبدا؟ طيب، هذه أقوال أهل السنة والجماعة في أحاديث الوعيد. أقوى قول هو الأول، تمر كما جاءت وسيقت التنفير والترهيب من هذه الأشياء. أجلس. صفة الغضب والمقت والسخط. نعم. ما الأدلة على صفة الإتيان والمجيء؟ ذكر المؤلف رحمه تعالى أدلة أربعة، أدلة أربعة لإثبات المجيء والإتيان، لكن الدليل الرابع ليس فيه دليل على المجيء والإتيان. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هذا ليس فيه دليل. فلو قال قائل أن هذه الآية لعلها خطأ من بعض النساخ، نقول لا، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الآية لأن فيها إشارة إلى مجيء الله سبحانه وتعالى. ما هو قول أهل السنة والجماعة في المجيء والإتيان؟ يثبتون لله سبحانه وتعالى مجيء وإتيان حقيقي يليق بجلاله وعظمته، لا مثيل لا ماثل، مجيء وإتيان الخلق. ما الثمرة التي نجنيها من إثبات صفة المجيء والإتيان؟ الثمرة أن تبادر إلى فعل الأوامر، وتبادر إلى اجتناب النواهي، ونخاطب الكفار نقول هل تنتظروا، وما الذي يمنعكم من الدخول في الإسلام؟ هل تنتظر مجيء الله سبحانه وتعالى للفصل بين الخلق يوم القيامة؟ وإذا جاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للفصل بين الخلائق لا ينفع الإيمان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ نعم. ولو قال قائل هذا المجيء هو مجيء للملائكة أو للأمر
أو لعبد وليس مجيء لله. نقول هذا الكلام مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل، والله سبحانه وتعالى غاير بين مجيئه ومجيء الملائكة والأمر. نعم، صفة الوجه. أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى وجه حقيقي يليق بجلالة عظمته، لا ما في وجه مخلوق، ويثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لهذا الوجه، حجابه النور وغير هذا. ما الأدلة على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وجه الله؟ ما الأدلة؟ ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك. الآية فيها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وجه الله، يعني كل شيء يفنى ويذهب إلا ذات الله سبحانه وتعالى الموصوفة بصفة الوجه وغير هذا. كل شيء هالك إلا وجهه غير هذا. كل شيء هالك إلا وجهه. وقال في الحديث في إثبات صفة الوجه، من يذكر لي في الأحاديث إثبات صفة الوجه؟ من قال لا إله إلا الله قال يبتغي بها وجه الله. لو قال قائل هنا هذا الحديث في إثبات الإخلاص في قول لا إله إلا الله، نقول لا، اصبر، لابد أن تثبت أولا الصفة، لأنه قد يقال عنك مؤول فتقول في الحديث إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وجه الله، وفي الحديث إثبات الإخلاص. نعم، إثبات اليدين، اليدين والعينين. إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، ما هو قول أهل السنة والجماعة؟ يثبتون لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين حقيقيتين تليق بجلالة عظمته، لا تماثل ما للمخلوقين. ما الدليل على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى وجلاله؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة. غلت أيديهم ولعنوا بما قال. نعم، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. لابد أن تقف هنا، ولعنوا بما قالوا، ثم تقول بل يداه. وهذه الآية سيقت للرد على اليهود، ولو كان لله سبحانه وتعالى أكثر من يدين لذكرت. ما الدليل على أنها يدين اثنتين حقيقيتين وليست النعمة أو كذا أو القوة؟ لأنه قال وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المعنوية تكذب. معنوية فرقة من فرق المجوس. أوقف. نعم، نقول نرد على من يفسر اليدين يؤول اليدين بالنعمة أو القوة مخالف لظاهر النص إجماع السلف ليس عليه دليل، وأن اليدين وصفت بأوصاف لا يمكن أن توصف بها النعمة والقوة، قبض وبسط وأصابع، وأن النعمة والقوة لا تثن لما خلقته بنعمتي وبقوتي لا تأتي. ثم لو قلنا أن اليد بمعنى النعمة أو القوة لم تكن مزية لآدم عليه الصلاة والسلام على غيره من المخلوقات، لقال إبليس لله سبحانه وتعالى وأنا أيضا خلقتني بنعمتك وبقوتك. صحيح، هذه أمور ستة. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون لله يدين اثنتين حقيقيتين تليق بجلالة عظمته، لا تماثل أيدي المخلوق، وردون على من فسر اليد بالنعمة أو القوة. لكن يبقى معنا إشكال هنا وفي العينين. في العينين يثبتون لله سبحانه وتعالى عينين اثنتين حقيقيتين،
تلف بشبكة عظم. أن اليدين وكذلك العينين وردت مثنى ومفردة ومجموعة. فماذا نصنع؟ إحنا اتفقنا أننا لا نتكلم بأشياء لم نتكلم عنها السلف الصالح رضوان الله عليه. وغضب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الموضع في شرح الواسطية عندما تكلم أحد الطلاب في العينين. ما الدليل عند السلف على إثبات العينين؟ حديث الدجال. وغضب الشيخ لأنه لا يمكن أن نلفظ لفظة واحدة لم تجد عن السلف في هذا الباب، باب خطير جدا. نقف عندما وقف عليه السلف، عينين اثنتين حقيقيتين. كيف نجمع؟ نقول سهل الجمع جدا، جمع أهل السنة. الجمع أقل الجمع عند الفرضيين اثنان، نعم، أو الجمع يراد به التعظيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الجمع هنا يراد به التعظيم. أنت تعرف أحيانا يكتب الملك والرئيس أمرنا نحن، من أنت؟ واحد، هذا من باب التعظيم. إذا الجمع لا إشكال بين الجمع والتثنية، لأن أقل الجمع عند الفرضيين اثنان، أو الجمع يراد به التعظيم. الإفراد المفرد إذا أضيف يعم، ومثله المفرد إذا أضاف. طيب التثنية يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تأتي لإثبات العدد يدين وعينين، مفهوم؟ نعم. طيب قال فيما علمنا الله سبحانه وتعالى إن ثبت الحديث أن الله سبحانه وتعالى خلق أشياء ثلاثة بيده سبحانه وتعالى، آدم عليه الصلاة والسلام، وكتب التوراة لموسى بيده عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه منقبة لموسى عليه الصلاة والسلام، وغرس جنة عدن بيده، وهذا من نعم الله أن تكون هذه الجنة غرس الرحمن سبحانه وتعالى. هذا إن ثبت الحديث. نعم، تجري بأعيننا. نقول هذه الآية فيها إثبات العينين لله سبحانه وتعالى وجلاله، وفيها إثبات الرعاية لهذه السفينة. كل شيء يقدر الله سبحانه وتعالى، قدر بقاء هذه السفينة. ولا يمكن أن نقول تجري بأعيننا أي فقط برعايتنا أو تنجو. نقول تجري بأعيننا في الآية إثبات العينين لله سبحانه وتعالى وجلاله به، وفي الآية إثبات الرعاية والحفظ لسفينة نوح عليه الصلاة والسلام أنها تبقى وكل شيء يغرق. نعم. الآن المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الصفات الثبوتية، بل ذكر شيء من الصفات الثبوتية، وما يستطيع أن يذكر كل شيء. يستطيع لكن المؤلف رحمه الله تعالى يرد على سؤال، وفي الغالب نريد يختصر. قلنا لو أراد أن يجمع الأدلة لذكر القرآن كامل، وذكر أحاديث كثيرة وخرجت هذه الفتوى في مجلدات. طيب، وسوف يأتي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن من تدبر القرآن، هذا الشرط الأول، وكان قصد هذا الحق تبين له طريق السلف. نعم. ففي هذه الآيات أي التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في الصفات المقيدة، الصفات الثبوتية تقدم معنا أن الصفات الثبوتية كثيرة جدا، وأن كثرة الصفات تدل على عظم الموصوف سبحانه وتعالى وكثرة التعلق به.
لأن في الدعاء اختصار، لا تطويل. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. لا، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا كله ثناء على الله، توحيد. بعد هذا يأتي الدعاء. إذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء ماذا؟ تفصيل. نعم، والثناء على الله أولا، لأن من آداب ومن أسباب إجابة الدعاء الثناء على الله أولا. نعم، علمنا الله سبحانه وتعالى وجعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الصفات الثبوتية كثيرة جدا مقابل الصفات المنفية. صفات ثبوتية، والثاني صفات منفية. طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية، نفي عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال. الثالث صفات مقيدة. صفات مقيدة. الصفات المقيدة هذه تكون في موضع مدح وفي موضع ذم، في موضع مدح وفي موضع ذم. وعندنا صفات، عندنا صفات، صفات كمال تقدم معنا. كل صفة كمال فالله سبحانه وتعالى أولى أن يوصف بها، وكل صفة نقص وعيب فالله سبحانه وتعالى أولى أن ينزه عنها. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. هل قال فخانهم؟ لا يمكن، لأن الخيانة لا يمكن أن تكون مدح بأي وجه من الوجوه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فأمكن منهم، لأن صفة ذم ونقص، ولا يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى بل ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذا. لكن المكر في موضع يريد العدو أن يوقع بك، فماذا؟ الحرب خدعة. ففي موضع يريد فيه العدو أن يوقع بك، هنا المكر شجاعة ومدح. طيب، ولهذا قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بعض العلماء يقول في الصفات المقيدة تقول أن الله سبحانه وتعالى ماكر بالماكرين، لكن البعض قال لا، إن استطعت ألا تتكلم إلا بالكتاب والسنة فافعل. تقول: نثبت لله ما أثبت نفسه، والله خير الماكرين. نعم، وعلى ما جاء في الكتاب والسنة، وتقف عند هذا، وهذا أولى وأحسن. مفهوم؟ نعم. قال: العفو. فمن عفا وأصلح. العفو يشترط له الشرط أن يكون العفو عن قدرة، عفوا قديرا. فمن عفا وأصلح، هذا الشرط الثاني. إذا العفو يشترط له أن يكون عن قدرة، وأن يراد بالعفو الإصلاح. الآن العفو عن السارق فيه إصلاح؟ لا، فيه إفساد. ولكم في القصاص حياة أولي الألباب. إذا العفو يشترط له أن يكون عن قدرة، وأن يراد به الإصلاح. مفهوم؟ الآن أذنب أحد أفراد الجمعية وصنع خطأ في الدور، فجاء رئيس الجمعية وقال: عفونا عنك. هذا عن قدرة أو عن ضعف أو عن عجز؟ قدرة ضد القدرة، العجز قدرة. لكن جاء يعني رجل ضعيف وقال للرئيس الجمعية والجمعية كامل: عفوت عنكم. هذا عن عجز. طيب،
ويراد به الإصلاح، قلنا العفو عن السابق، هذا يراد به الإفساد، فيشترط في العفو أن يكون عن قدرة، ويراد به الإصلاح للإفساد. نعم، إثبات الاسم لله سبحانه وتعالى، وهذا يعني تقدم معنا. قال نعم، يبقى معنا مباحث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الصفات المنفية، اتخاذ الند والشبيه والنظير والمثيل. هل تعلم له سميا مسامي وكف وند؟ لماذا؟ صفات منفية لابد أن تنفى مع إثبات كمال الضد لكماله سبحانه وتعالى وكمال قدرته وعزته وأحديته وصمديته. نعم، بعدها الآن شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الأدلة على علو الله، والمؤلف رحمه الله قلنا غير عن أنه ينتقي من القرآن حيث شاء، كأن القرآن بين يديه. وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى علو في الذات وعلو في الصفات. في الغالب أن كل من يكتب ويؤلف في الصفات لابد أن يذكر العلو، بل بعض العلماء ألف مستقل في العلو الإمام الذهبي رحمه الله. لماذا؟ لأن بإثبات العلو لله تثبت لله علو في الذات وعلو في الصفات، ولو أثبت لله العلو في الذات والعلو في الصفات معنى هذا أنك أثبت كل الصفات لله سبحانه وتعالى وجل أقبل. مفهوم؟ طيب، إذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى بإيراد هذه الآيات إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وتقدم معنا أن أدلة العلو في الذات إجمالا خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. الكتاب، تنوعت أدلة الكتاب بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى، تارة بذكر العلو، وتارة بذكر الفوقية، وتارة بذكر الاستواء وصعود الأشياء ونزولها منه. تنوعت أدلة السنة، بل السنة القولية والفعلية والتقريرية والسنة المتواترة جاءت بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى. هذا الدليل الثاني إجمالا. الدليل الثالث، أجمعت الأمة على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، والذي ينكر الإجماع كافر. الرابع، العقل. يستحيل أن يأتي عاقل ويثبت لله غير العلو، لأنه لا يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بصفات الكمال، ومن صفات الكمال العلو. ولهذا من السنة، جاءت السنة أن المسافر إذا ارتفع ماذا يصنع؟ يكبر. لماذا؟ حتى لا يتعاظم في نفسه ويثبت العلو لله. وعندما ينزل في وادي يسبح، أي ينزه الله سبحانه وتعالى عن السفور. كذلك الفطرة، كان الأستاذ يحدث الطلاب وأراد أن ينفي صفة العلو، فقال له الهمداني، قال: يا أستاذ، دعنا من ذكر العلو، يعني هذا الكلام تذكره اتركه، أخبرنا يا أستاذ الأدب في النقاش. ما قال أنت كذا، لا، قال: أخبرنا يا أستاذ عما نجده. ما دعا عارف قط، يعني لم يأتي إنسان ويريد أن يدعو إلا
وجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلم. قال فضرب على رأسه وقال حيرني الهمدان حيرني الهمدان، لأنه جاء له بحجة قاطعة. الآن يأتي الفقير إلى غني يقول أعطيني مما أعطاك الله، يقول الله يعطيك. ولو تسأل هذا يقول الله يعطيك أين الله؟ يقول في كل مكان، صدق. أين الله؟ قال في قلبي. ورد عليهم يعني ابن القيم رحمه الله أن هؤلاء يعني أهل الحلول والاتحاد. الله سبحانه وتعالى أثبت العلو لنفسه، فأهل السنة والجماعة يثبتون لله علو حقيقي يليق بجلاله عظمته لا ما في العلو المخلوقين، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن السماء تظله وتقله وتحبه، أو أن المخلوقات تحيط به سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر من كل شيء، ولا يمكن أن المخلوقات تحيط بالخالق سبحانه وتعالى. أدلة الاستواء والعلوم والفوقية والصعود الأشياء ونزولها منه. أهل السنة والجماعة يثبتون لله استواء حقيقي خارج من هذا المجلس يليق بجلالة عظمته ليس كمثل شيء، لا مثل استواء مخلوقي، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى الظن الكاذب، مثل أن يظن أن العرش يقله سبحانه وتعالى، أو أن الله مفتقر إلى العرش. نعم. طيب، من العجب أن هذا الإمام بعد أن ذكر أدلة العلو ذكر أدلة المعية، لأن الغالب في من يورد أدلة العلو يخاف أن يذكر أدلة المعية لله درر. أورد أدلة العلو ثم أدلة المعية في الكتاب وفي السنة، ثم بعد هذا ذكر معتقد أهل السنة والجماعة. لماذا نذكر العلو المعية؟ قال لأن الله جمع هذا لنفسه لابد أن نجمع، وليس بينهما تعارض. وإن كان بينهما تعارض بالنسبة للمخلوق مع المخلوق، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء والسميع البصير. وهذا والله من أحسن ما يكون في الترتيب، أدلة علو ثم أدلة المعية. ما هو قول أهل السنة والجماعة في المعية؟ يثبتون لله سبحانه وتعالى معية حقيقية تليق بجلالة عظمته لا تماثل معية المخلوقين، ويصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أنه حال في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. ويقسم أهل السنة والجماعة المعية إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة شاملة لكل مخلوق، يثبتون المعية، انتبه، يفسر المعية بالعلم باطل، يثبتون المعية ويثبتون مقتضى المعية، كما أنهم يثبتون الرضا ويثبتون مقتضى الرضا الثواب، ويثبتون الغضب ويثبتون مقتضى الغضب العقاب، حتى لا تكون مؤول، احذر. إذن يثبتون الرضا ويثبتون كذلك مقتضى الرضا الثواب، ويثبتون الغضب ويثبتون كذلك مقتضى الغضب العقاب، ويثبتون المعية لله سبحانه وتعالى ومقتضاها عند أهل السنة على قولين. القول الذي يرجح شيخ الإسلام في مقتضى المعية، يعني نثبت المعية ومقتضاها جميع معاني ربوبية، علم ونصر وتأييد وإحاطة، هذه معية عامة. المعية الخاصة إما خاصة بشخص أو خاصة بوصف. خاصة بشخص، لا تحزن إن الله معك، إنني معكما أسمع وأرى، نصر وتأييد. والمعية الخاصة بوصف، إن الله مع الذين اتقوا. التقوى
هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقائم، فعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصير، لا على جهل. تتقي وتتذكر التقوى أن الله معك، نص وتأييد وعلم وقدرة. طيب، مرة أخرى، أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى معية حقيقية تليق بجلالة عظمته لا تماثل معية المخلوقين، ويصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أنه حال في المخلوقات أو في الأماكن التي يتنزه الله سبحانه وتعالى عنها، ويقسمون المعية إلى معية عامة شامل لكل مخلوق، يثبتون المعية ومقتضى علم وقدرة وإحاطة وجميع معاني ربوبيته، ومعية خاصة بالشخص، لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى، ومعية خاصة بوصف تقوى مثلا. على قول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، يقول هذه خاصة بشخص وخاصة بوصف، كل من كان مع الله لا يحزن. نعم. طيب، بعد هذا إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، أيضا المؤلف رحمه الله تعالى أطال في ذكر الأدلة من القرآن على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، أطال جدا، ثم لم يكتفي بهذا، جاء بإثبات الأدلة على أن القرآن كلام الله. كان يكفي أنه أن يأتي بماذا؟ بالأدلة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، والكتب المنزلة كلها كلام الله. لماذا أكثر من الأدلة؟ وأنت تسمع بعض الطلاب أحيانا يقول، كرر المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بعض الأبواب في شكر النعمة، والتكرار لا فائدة له. نقول لا، لماذا كرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه الأبواب؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعام إلى غيره وشرك به. إذا كان هذا كثير في الكتاب والسنة، هؤلاء علماء السلف لابد أن يسير على ما جاء في الكتاب والسنة وكرر في كتاب التوحيد. لماذا أكثر المؤلف من الأدلة من القرآن؟ لأن هناك فتنة ظهرت، فتنة القول بخلق القرآن، وتصدى لها الأئمة ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، ولذلك لقب بإمام أهل السنة والجماعة. أقوى الأدلة، الأدلة إجماع على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. الكتاب من أقوى الأدلة في القرآن على أن كلام الله سبحانه وتعالى والقرآن غير مخلوق، من أقوى الأدلة، أدلة كثيرة، من أقوى الأدلة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وسيأتي معنا قول أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. أيضا، ألا له الخلق والأمر، فغاير الله سبحانه وتعالى بين الأوامر والمخلوقات. ولو كان القرآن مخلوق، الآن الشمس والقمر مخلوقة، هل تأخذ منها أمر ونهي؟ لو قلنا أن القرآن مخلوق، إذن مثل الشمس والقمر، لا أوامر لا نواهي. ألا له الخلق والأمر، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا غير مخلوق. من السنة، من أقوى الأدلة في السنة، عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله،
أي إنسان يقول أن القرآن مخلوق، نقول تعال عندما تنزل منزل ماذا تقول؟ قال أقول أعوذ بكلمات الله. نقول الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. يقول نعم. إذا تقول أنه كلام الله مخلوق فأنت هنا استعذت بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا شرك أكبر. وإذا كنت تقول أن كلام الله صفة من صفاته وأصح الاستعاذة بالله وبأسمائه وصفاته، فأنت موحد ومثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجه الله. أجمعت الأمة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجه الله. العقل يستحيل أن يأتي عاقل ويقول أن الله سبحانه وتعالى يعطي الكمال للمخلوق ويكون هو ناقص لا يتكلم. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع؟ إذا كان لا يسمع كيف يعبد؟ لأنك تدعوه وتدعو من لا يسمع، ما يمكن. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ما يراك أصلا، كيف يعرف حالك أصلا؟ ولا يغني عنك شيئا، لا قليل ولا كثير. وإلا الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وساق المؤلف رحمه الله تعالى أدلة على إثبات أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وسيأتي معنا بإذن الله يعني شرح هذا الوارد يعني عن أهل السنة في قول أهل السنة والجماعة في كلام الله. ثم ذكر هذا خطأ بعض النساخ، ما علاقة الرؤية، أدلة الرؤية بالأسماء والصفات؟ ما علاقة أدلة الرؤية؟ أدلة الرؤية رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة، هذا من الإيمان باليوم الآخر. تقدم معنا أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. لماذا أورد المؤلف هذا الدليل أدلة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى؟ لماذا أورد هذا الدليل؟ نقول لعل هذا خطأ من بعض النساخ. نعم، حتى يعني هذا جاء في آخر الأدلة، لعل خطأ بعض النساخ وانتقل ذهن هذا الناسخ لمتن العقيدة الواسطية. صح؟ هل هناك في أدلة الرؤية صفة من صفات الله؟ لا، هذا من الإيمان باليوم الآخر والحمد لله. ننتقل للسنة، موافقين؟ لا. نعم، إذا كنا نرى الله فله صفات. بعد الدرس تراجع الشيخ، فتح الله عليك. كل من ينكر الصفات، كل من ينكر الصفات في الغالب ينكر الرؤية. لماذا؟ لا يمكن أن يرى شيء إلا وله صفات. قال أنا رأيت فلان، تقول بعض الناس يأتي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، كيف نعرف أنه صادق أو كاذب؟ نقول صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد في السنة نقول صدق، وإلا فهو كاذب. إذن يضطر هؤلاء إلى إنكار الرؤية. لماذا؟ لأنه لو كان يرى فله صفات، وهم ينكرون الصفات أصلا، فماذا يصنعون؟ ينكرون الرؤية. لماذا؟ لأنهم لو أثبتوا الرؤية أثبتوا الصفات. إشكال. إذا من قال أنه أخطأ المؤلف يا رجل؟ نعم. طيب، ما الأدلة من القرآن على إثبات الرؤية، رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى؟ ذكر المؤلف رحمه الله أدلة أربعة، ونضيف إلى هذه الأدلة أدلة ثلاثة، كنا المجموع سبعة. لكن تتعجب من ذكر الأدلة، لا تدركه الأبصار ولن تراني، وكلا
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قد يستغرب البعض يقول لماذا أوردنا هذه الأدلة الثلاثة؟ أولا في ترجمة شيخ الإسلام، شيخ الإسلام جعل على نفسه لزام أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا لزاما على شيخ الإسلام أن يقلب هذا الدليل عليه، يرد عليه بنفس الحجة. شيخ الإسلام وضع واشترط على نفسه شرط أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا لزاما على شيخ الإسلام أن يقلب هذا الدليل عليه. من الأدلة لن تراني، لن تراني، قالوا أن هذه لن زمخشرية للتأبيد. قالوا لا، ليست للتأبيد، أدلة موجودة عندنا كتاب والسنة، كيف تقدم اللغة على الكتاب والسنة؟ ولن يتمنوا أبدا. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا واحد في لن، أنها ليست زمخشرية يعني تأبيدية، لن تراني للأبد. الثاني أكثر ما يتطلع إليه المسلم رؤية الله سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله. موسى عليه الصلاة والسلام هل كان هذا السؤال سؤال محرم؟ لا، لو كان هذا السؤال سؤال محرم لأنكر الله سبحانه وتعالى عليه كما أنكر على نوح عليه الصلاة والسلام. طلب شيء يتطلع إليه المسلم، لكن القوى البشرية في الدنيا لا يمكن أن ترى الله، وقدر الله سبحانه وتعالى أن العباد يعملون في الدنيا ويكون الجزاء في الآخرة أي يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى من رؤية المؤمنين لربهم. هذا الدليل الأول، نعم نستدل به، هم يستدلوا به على باطلهم ونحن نستدل به على رؤية الله سبحانه وتعالى. الثاني لا تدركه الأبصار، عدم الإدراك يدل على الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام سد الأفق له 600 جناح، أدرك جبريل؟ لا. رأى؟ نعم. إذن هذا دليل على الرؤية. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله إذا حجب أعداؤهم رآهم أولياؤهم. الأدلة التي أوردها الأربعة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن نتعدى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كلا إنهم عن رب على الأرائك ينظرون، وجوه يومئذ ناظرة من النظارة والحسن، هيئت لأن ترى الله، إلى ربها ناظرة. هنا النظر تعدى بإلى، لا يمكن أن يكون إلا رؤية عينية. نعم. الدليل الرابع لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد رؤية المؤمنين رب، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. لا حفظ ولا مراجعة، الله أعلم. معكم إلى الظهر، أتممنا لله الحمد. الأدلة من القرآن، نعم، وختم المؤلف رحمه الله تعالى بأدلة الرؤية، وقلنا أنه في الحفظ وفي المذاكرة تكتب على المتن حتى يعني هذه الأمور تنضبط لديك. في الغالب أن بعض الفوائد قد تذهب، فماذا تصنع؟ تصنع لنفسك هذه الشروحات الموجودة عند بعض الناس والتفريغات سواء كان لي أو لغيري، ليه لا تصلح؟ معروف هذا، ما لا شك فيه. يا أخي ارجع للشرح الشيخ بن عثيمين، تفريغات والله ما تصلح، وأنا تعبت أنها تصلح خرجت أنها لا تصلح. نعم، باتفاق الجميع.
فماذا نصنع؟ اكتب ملخص لك. تكتب مثلا متن العقيدة الواسطية. سميت الواسطية لأن أحد قضاة واسط طلب من شيخ الإسلام أن يكتب له مجمع اعتقاد أهل السنة وتوسط فيها، وذكر وسطية أهل السنة والجماعة وفي وسط النهار. بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وكذا، الحمد وذكر المحمود بجميع الصفات على وجه المحبة والتعظيم، وإن إذا تكرر الحمد أصبح ثناء. الحمد لله، اللام للاستحقاق والاختصاص. الحمد لله الذي أرسل رسوله، أي جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بالهدى، هداية دلالة وإرشاد، وجاء ومعه الهدى. ودين الحق، الدين يطلق على الجزاء ويطلق على العمل. الحق ضد الباطل، ليظهره اللام للتعليل، والهاء تعود على النبي عليه الصلاة والسلام وتعود على الدين. وكفى بالله شهيدا. وعلى هذا تمشي، تأتي مثلا عند آيات المحبة والود، تضيف واتخذ الله إبراهيم خليلا. هنا في آيات الرؤيا تكتب ثلاث آيات: لن تراني، لا تدرك الأبصار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني تكتب مختصر المختصر لشرح الواسطية. صدق ممن منك، يعني تصنع هذا لنفسك. قبل دراسة الواسطية كان الأصل أن نقرأ مذكرة العقيدة الواسطية. مذكرة العقيدة الواسطية هذه للشيخ بن عثيمين رحمه الله، شرح وقرب العقيدة الواسطية بهذه المذكرة. في الغالب ما تستطيع الدخول إلى هذا المتن إلا لابد أن تأتي مقدمة وملخص. فلخص الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الواسطية بالمذكرة، كما أن الحموي لا تستطيع أن تدخل إيه حتى تقرأ فتح رب البرية، والتدمرية لا تستطيع حتى تقرأ التقريب. نعم، قال لي رجل، قال والله رحم الله الشيخ بن عثيمين رحمه الله، تعبت في أن أفهم الحموية والتدمرية والواسطية حتى وجدت هذا المختصرات للشيخ بن عثيمين رحمه الله، قرب العلم لنا. أما تأتي إلى فلان تقول والله مذكرة فلان ما تصلح. نعم والله ما تصلح، وأنا والله ما أقول هذا يعني تقول أنه لعل وتوارى، لا والله أقول هذا عن اعتقاد. ما تصلح، والله ما تصلح تفريغاتي، لو تصلح أخرجتها. ونحن كتابنا تقدم هذا الكلام. إخواننا هؤلاء علماء، أنت ما تستطيع تنزل بعد الشيخ بن عثيمين رحمه الله، ما يمكن. ابقى على الشيخ بن عثيمين واصعد، ابن القيم شيخ الإسلام، تنزل ما يصح شيخ، رفعك الله تنزل. لا، أنا هذه هي طريقة السلف. إي نعم. الآن الشيخ بن عثيمين رحمه الله هل يستطيع أن يكتب رسالة في الأصول الثلاثة أو لا يستطيع؟ يستطيع. لماذا شرح الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والواسطية؟ لأنه يعرف أن لهذا فضل، وهو بسبق حائز التفضيل مستوجب ثنائي الجميلة. أناس تقدموك في العلم لابد أن تعرف لهم الفضل. تريد مني أن أكتب شرح الواسطية ونلغي شرح الشيخ بن عثيمين؟ والله ما يمكن، والله ما يمكن. يا أخواننا، رجل له علم وفضل. نترك هذه المؤلفات القيمة وكذا وننزل؟ ما يمكن. نقرب ما في إشكال، نراجع ونحفظ ونتذاكر فيما بيننا، لا إشكال. لكن ننزل ما يمكن هذا. فأنت الآن تشتري مذكرة، تجدها بإذن الله، مذكرة العقيدة الواسطة. إن لم تجدها جوجل، موقع الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، تنزل مذكرة تقرأها. والله توفرت لنا اليوم أسباب لم تتوفر للإمام أحمد رحمه الله، لكن العجل لا ترى مثل أحمد رحمه الله. خلاص،
تقرأ مذكرة ثم تقرأ الشرح وتضبط الشرح ثم تكتب مختصر المختصر لشرح الواسطية حتى تعرف الأمور المهمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.